بورقة. تاني يوم عارف كل اللي مخزن البضاعة دي هتنزل للسوق. مسرحية التجار تقصد؟ اه طبعا التجار، هي السوق مسرحية ده هزلية، دي مسرحية من التجار هزلية، اه هزلية كوميديا سوداء. عايزين نقفلها بالورقة دي، بالورقة اهي، اه خطين. حاجه اقول ال 50%، طب لو حصل ده السجاير ترجع زي ما كانت، هترجع اسعارها هترجع. بص ايوه هترجع، هو ده اللي يهم الناس قوي. اه هترجع الفئه العليا، الفئه الوسطى. اللي ال 80 ده هيرجع يبقى كام؟ 64. 64 واللي كان ب 75. طب اللي ب 50 هيرجع يبقى كام؟ هيبقى 49. كانت 49، 52. لا اللي ب 50 يبقى 52 ازاي؟ لا دي 50 دي اللي انا قصدي ال ال ام دي 75 جنيه. 75؟ اه ده اكتر من المريخ. هترجع تبقى 52؟ اه. طب العادي الطبقه هيرجع بالظبط الايه؟ كليوباترا بتاعنا هيطلع، او بتاع هو دلوقتي يعني. ب 24 صح؟ هو دلوقتي ما انا ما اعرفش، لا يعني هو سعر الشركه 24. ايوه مع الدولار. اه مع ان باذن الله محافظ البنك المركزي يستجيب لنا ويفتح لهم اعتماد. جميل جميل. هتبقى 28 29. اه طيب كام وصل دلوقتي اصلا في السوق؟ 52. 52 من 24. من 24 ما ياخدوش اجازه؟ ما ياخدوش اجازه من اجازه؟ تستاهل. كام واحد بيشتغلوا في القطاع ده؟ قبل ما نختم. تمام. حضرتك احنا كلنا بما ان فينا الشركه الشرقيه 51 قطاع. اه 51 مصنع. مصنع. السجاير المتخصصه في السجاير. المتحدة لحق التصنيع لنفسها. نعم. الشرقية للدخان. نعم. الشركة اللي داخلة معاهم جي تي اي اللي هي الشركة اليابانية. وانا من انت قلبت عليا المواجع. اتفضل. انا حزنان وبناشد شركة بريتش توباكو. ارجعي السوق المصري. هي تخرجت. انا زعلان، استثمار تخرج. انا متفهم سبب تخرجكم. نعم. تعالوا وانا معاكم قلبا وقالبا. نعم. واروح لدوله رئيس مجلس الوزراء وهنعمل لكم اللي انتم عايزينه، بس ارجعوا مصر سوق واعده، ولما يطلع لك استثمار 105 مليون. شوف عندك كم عدد مدخنين في مصر. احنا بتتكلم 85 مليار سيجاره. خمسه كام؟ اديك المفاجاه الثانيه. نهار ابيض. اديك المفاجاه في السنه. اديك المفاجاه 85 مليار سيجاره. ايوه اديك المفاجاه. عارف المسرحيه الهزليه اللي حصلت دي؟ التجار وتباطؤ التجار. ايوه وتباطؤ الحكومه التجار التجار اه وتباطؤ الحكومه في اصدار القرار. روح شوف السجاير المهربه قد ايه. سجاير مهربه؟ ياه والله انا كرئيس شعبه بقالي 30 سنه ما اعرف ماركتها. مهربه ازاي يعني؟ ما تدفعش لا رسوم ولا ضرايب ولا اي حاجه. بتدخل؟ اه بطرق غير مشروعه؟ اه الممنوع مرغوب. طب اللي جاي ده سعره بيبقى كام هنا؟ 35 و33. اقل من الشركه الشرقيه. عيب يا جماعه، يا جماعه خدوا اجازه من الاجازه، انزلوا يوم يا لجنه خطه انزلي جو يوم وهنقول لك موافقين. طق موافقه. عارف البالونه المنفوخه دي كلها؟ كام طن معسل؟ لا المعسل ما عندنا مصانع، بسم الله ما شاء الله، عندنا مصانع مصنفه نمبر 1 في الشرق الاوسط. استخدم كام سالك كام طن؟ ملايين الاطنان. ما تعرفش ملايين اطنان. آه. معسل حضرتك انا بدفع ضريبه على المعسل 165 من ضمن المليار اللي كان ناقص. قلت لاحمد بيه خلي الضريبه 105، انا اللي بقول له خلي الضريبه 175. عايزين محترمين اكتر من كده ايه؟ يعني انا اللي قلت له خلي ضريبه المعسل 175 مش 165 عشان اجيب لك المليار الجاب اللي هو من الخمسه من السته. هتتحل ان شاء الله. نفسي ان شاء الله. نفسي. شرفتنا. ده شرف لي يا احمد. اشكرك. العفو يا فندم، العفو. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.